السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. جهاز من شركة إيكولينك اللي هو ألفا فيزيون أونو، هذا هو الموني ديالو الخوت. الجهاز أخوته جديد من شركة إيكولينك، كيشبه لهذاك الشكل ديالو في الإيكولينك بريميوم. هذا سميته ألفا فيزيون أونو، يعني الجهاز الخوت من العشاق، يعني السيرفور اللي ما كيساليش، يعني إليميتي اللي هو سيرفور ميكام برو جوج. واللي زوين فيه هو انه فيه مدخل ديال الانترنت ديال الكابل ار جي 45. كيف ما كتشوفوا الخوت فيه جوج لوان، الازرق والاصفر. الكارطونه ديالو يعني او العلبه ديالو اللي كيحتوي عليها صلبه. الجهاز الخوت راه كما قلت راه فيه يعني سيرفور ميكام برو إليميتي لا محدود. هذا هو الشكل ديال الجهاز الخوت، كيشبه لهذاك الايكولينك بريميوم. راه فيه المدخل ديال الار جي 45، كاين مدخل اتش دي ام، جوج مداخل ديال اليو اس بي، مكان تونير يعني. وفيه تقريبا نحيدو ليه المي كنشوفوه يعني بوضوح. كما قلت الخوت، الجهاز راه فيه تطبيق ديال ديما لايف والمي تي في، ولكن هو كيجي مع العام ديال ديما لايف. كالعادة في ازرار ديال الصوت وازرار ديال الباور، يعني الشكل ديالو ما بيهش الخوت. بالنسبة للناس اللي عزازين اللي يخدموا الجهاز يعني بالكابل انترنت يعني وبلاكلي واي فاي بلاوال، الجهاز راه مزيان. الخوت راه الثمن ديالو يعني 250 درهم. الريموت ديالو راه ديال ايكولينك زين الاولى، ايكولينك زين جوج كيشبه ليها، يعني نفس التليكوم ديال ايكولينك زين جوج، يعني الازرار ديال التليكوم بالصوت. طافي الشور ديال العين ديالو كالعاده، داكشي ديال كابل اتش دي ام، جوج بطاريات مزود طاقه. الجهاز الخوت يخدم لهذوك الناس اللي في الغربه، يعني اللي في الاسبان واللي في اوروبا. اكثر اللي في الاسبان يعني اللي كيبغيش يجدد يعني الفوريفر مثلا، كيلقى الثمن ديالو غالي، يعني 500 درهم، 9000 ريال، 10000 ريال. هذا خدام ليه ميكام برو، يعني يخدم ليه مخير. وبليس عاوتاني التطبيق ديال ديما لايف مع التحديث الاخير ديالو، كيعطيك التطبيق ديال زين اي بي تي في والمي تي في. هادو يمكن لك تشارجيهم، هو كيجي مع ديما لايف يعني عام، اللي الكود اكتيفاسيون ديالو 8 ديال الاصفار. كما قلت الخوت، الجهاز بالنسبه للناس اللي عايشين في اوروبا راه يخدم لهم. والميكام برو جوج راه ماشي شي سيرفور نقولوا حنا راه مجد، ولكن قاضي الغرض بالنسبه للناس اللي كيعشقوا السيرفورات اللي ما كيساليوش. نعاود نذكر الثمن ديالو 250 درهم. وعندنا حتى الارساليه اللي بغا نصيفطوا ليه راه نصيفطوا ليه، ولكن زائد ثمن الارساليه. وعندنا حتى الاشتراكات ديال التطبيقات هادو، ولا اي تطبيق ديال اندرويد، تلفاز، اي سيرفور في اي بي فور ايفر فان كام، مرحبا. هادشي اللي كاين في الفيديو الخوت، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.